أرأيتم لو أن شخصين صاما وأحدهما شغل يوم صيامه بالذكر والآخر شغل يوم صيامه أو جزءا من يوم صيامه بالنوم، أيستوي صوم هذا وصوم هذا؟ أتستوي صلاة عبد عمرها من أولها إلى آخرها بالذكر لله قلبا ولسانا قلبا وقالبا، وشخص وقف في صلاته بجسمه وقلبه إما في متجره أو عمله أو مصلحته أو غير ذلك من شؤونه، أتستوي صلاة هذا وصلاة هذا؟ تكون صورة العملين واحدة، ولكن الفرق بين العملين في الأجر والثواب كالفرق بين السماء والأرض. فأعظم الناس أجرا في كل طاعة أكثرهم ذكرا لله سبحانه وتعالى فيها.